السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استكمالا لمحاضرات مساق إدارة أعمال 2، وصلنا اليوم محاضرتنا عن الفصل الثالث، أساليب إدارية حديثة في المنظمات، حيث يوجد هناك مجموعة من الأساليب الإدارية الحديثة والمؤثرة والتي تتبعها وتنتهجها أغلب المنظمات وتحدد نجاحها. من أهم هذه الأساليب التي سنتناولها خلال هذا الفصل هي الأسلوب الأول، الإدارة الاستراتيجية Strategic Management، إدارة الجودة الشاملة Total Quality Management، الإدارة اليابانية Japanese Management، إدارة الوقت Time Management، وإدارة التغيير Change Management، والإدارة بالأهداف Management by Objective. وسنتطرق لكل عنوان من هذه العناوين كلا على حدة. في البداية أو أولا سنتناول المفهوم الأول والأسلوب الأول، وهو الإدارة الاستراتيجية Strategic Management. حيث تعتبر الإدارة الاستراتيجية من مجالات الدراسة التي نالت اهتماما واسعا في العقود الثلاثة الأخيرة من القرن العشرين. وتستمد كلمة الاستراتيجية جذورها من الكلمة اليونانية Strategos، والتي ارتبط مفهومها بالخطط المستخدمة في إدارة المعارك وفنون المواجهة العسكرية. إذا كلمة الاستراتيجية أول ما تم استخدامها في الأمور العسكرية وإدارة المعارك، ثم انتقلت بعد ذلك إلى الأمور الإدارية والأمور المدنية. إذا الإدارة الاستراتيجية أو الاستراتيجية كمصطلح متداول يقصد به فن استخدام الإمكانيات والمواد بطريقة مثلى. يجب استخدام الإمكانيات والموارد المتاحة لدي بطريقة مثلى تحقق الأهداف المنشودة والموضوعة والتي تم وضعها من قبل الإدارة، وهي أسلوب تحرك لمواجهة تهديدات أو فرص منازلة الأعداء، والذي يأخذ في الحسبان نقاط الضعف والقوة الداخلية للفرق العسكرية. وزي ما حكينا أنه الاستراتيجية تم استخدامها أولا في الأمور العسكرية. ويمكن تعريف الاستراتيجية كمصطلح منفرد بأنها خطة شاملة توجه عمليات تخصيص الموارد لتحقيق أهداف المنظمة بعيدة المدى. خطة، يعني هي الاستراتيجية هي عبارة عن أحد أنواع الخطط. كلمة استراتيجية هي عبارة عن خطة، أي أنها أحد أنواع الخطط، شاملة لإيش؟ شاملة لجميع أنشطة المؤسسة أو لجميع عمليات المؤسسة. إذا كلمة الاستراتيجية هي عبارة عن خطة، أحد أنواع الخطط، وتكون شاملة لجميع أنشطة وعمليات المؤسسة، وتوجه هذه الأنشطة لتحقيق أهداف المنظمة. لكن أي أهداف؟ الأهداف بعيدة المدى. دائما كلمة الاستراتيجية تركز على الأهداف وعلى الأمور طويلة الأجل وبعيدة المدى. هذا هو تعريف الاستراتيجية، خطة شاملة توجه عمليات تخصيص الموارد لتحقيق أهداف المنظمة بعيدة المدى. بينما الإدارة الاستراتيجية تعطي المنظمة القدرة على خلق قابليات متميزة تستند عليها ميزات تنافسية مستدامة تؤدي إلى النجاح وتحقيق نتائج أفضل. الإدارة الاستراتيجية، لاحظ هنا أن الإدارة الاستراتيجية مرتبطة مع الميزة التنافسية، لأن هناك ارتباط وثيق ما بين اعتماد الإدارة الاستراتيجية وما بين الميزة التنافسية، أي أن المؤسسة التي تتبع الإدارة الاستراتيجية والتي تمارس الإدارة الاستراتيجية يكون عندها ميزة تنافسية تميزها عن غيرها من المؤسسات التي لا تتبع أسلوب الإدارة الاستراتيجية. وتعتبر الإدارة الاستراتيجية بمختلف مداخلها إطارا شاملا ومتكاملا لدراسة وتحليل كل الأنشطة والعمليات ضمن إطار المنظمة، من خلال العلاقة التأثيرية بينها وبين بيئتها، وبما ينعكس إيجابيا على تحسين كل من مركزها وأدائها الاستراتيجي. إذا الإدارة الاستراتيجية تركز على كل العلاقات وكل الأنشطة والعمليات التي تتعامل معها المنظمة حتى تتأثر بينها وبين البيئة. لذا يمكن تعريف الإدارة الاستراتيجية بأنها عمليات إدارية شاملة. إيش يعني عمليات إدارية؟ هي عبارة عن وظائف الإدارة. كلمة إدارة استراتيجية، الإدارة يعني عمليات إدارية، يعني تمارس وظيفة التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة. وشاملة زي ما حكينا، شامل لجميع عمليات وجميع أنشطة المؤسسة ومستمرة باستمرار. هذه الإدارة الاستراتيجية تكون يتم ممارستها بشكل مستمر، وهذه الإدارة الاستراتيجية تكون موجهة نحو أسلوب منهجي للأعمال في تعاملها مع الفرص والتهديدات. إذن تعريف الإدارة الاستراتيجية هي عبارة عن عمليات إدارية شاملة ومستمرة وموجهة نحو أسلوب منهجي للأعمال في تعاملها مع الفرص والتهديدات.
مراحل الإدارة الاستراتيجية، يوجد عندنا 5 مراحل للإدارة الاستراتيجية. حتى أمارس الإدارة الاستراتيجية يجب أن أقوم ب5 مراحل. أول مرحلة التحليل الاستراتيجي strategic analysis، التخطيط الاستراتيجي strategic planning، والتنفيذ الاستراتيجي والرقابة الاستراتيجية والتغذية العكسية. هذه 5 مراحل سنتناولها بالتفصيل إن شاء الله. أولاً، وهذه الصورة هي توضح مراحل الإدارة الاستراتيجية. أول شيء، التحليل الاستراتيجي ينبثق عنه تحليل بيئة داخلية وبيئة خارجية. البيئة الداخلية نتائج يعطينا عوامل قوة وعوامل ضعف، بيئة خارجية فرص ومخاطر. التخطيط الاستراتيجي، من خلال التخطيط الاستراتيجي يتم تحديد رسالة المؤسسة ورؤيتها والأهداف والاستراتيجية والسياسات والخطط. ثم بعد ذلك المرحلة الثالثة، مرحلة التنفيذ. ولاحظ هنا أن المراحل تكون بالترتيب، المراحل تكون بالترتيب: تخطيط، تحليل استراتيجي، تخطيط استراتيجي، مرحلة التنفيذ يتم إعداد البرامج التنفيذية والموازات المالية والإجراءات. بعد ذلك مرحلة الرقابة الاستراتيجية، الرقابة تعني تقييم الأداء والإجراءات التصحيحية لمواجهة أي انحرافات وأي مشاكل حصلت خلال التنفيذ. ثم بعد المرحلة الأخيرة هي مرحلة التغذية العكسية أو الفيد باك. أولا، مرحلة التحليل الاستراتيجي. التحليل الاستراتيجي يقصد به تحليل البيئة الخارجية والبيئة الداخلية. وتناولنا في المحاضرة الماضية تعريف البيئة الداخلية وتعريف البيئة الخارجية، وقلنا بأن البيئة الداخلية هي عبارة عن العناصر والقوى والعوامل التي تكون داخل المؤسسة، ويتم للمؤسسة سيطرة كاملة على هذه العناصر. أما البيئة الخارجية فقسمناها إلى قسمين أو إلى نوعين: بيئة خارجية عامة وبيئة خارجية خاصة، وتكون خارج حدود المؤسسة وتؤثر على المؤسسة بشكل مباشر أو غير مباشر. التحليل الاستراتيجي هو مفهومه يقوم بتحديد العناصر الاستراتيجية في البيئة الداخلية وموازنتها ومقارنتها ومعالجتها مع العناصر الاستراتيجية للبيئة الخارجية. يعني أنا في التحليل الاستراتيجي بدي أعرف عناصر الاستراتيجية في البيئة الداخلية. العناصر الاستراتيجية في البيئة الداخلية المقصود بها هي عبارة عن عوامل القوة وعوامل الضعف التي يتم حصولها من البيئة الداخلية، ومعوزاتها عناصر استراتيجية للبيئة الخارجية. العناصر الاستراتيجية للبيئة الخارجية هي عبارة عن الفرص والتهديدات أو الفرص والمخاطر. هنا يوجد أن تحليل البيئة الداخلية يعطينا عناصر القوة التي تمتلكها المؤسسة. يعني أنا إيش في عندي عناصر قوة من البيئة الداخلية؟ حكينا البيئة الداخلية عبارة عن الهيكل التنظيمي، ثقافة المنظمة، التكنولوجيا المستخدمة، الموظفين الموجودين داخل المنظمة، مجلس الإدارة، الهيكل التنظيمي. هذه كلها عبارة عن بيئة أو عناصر البيئة الداخلية. هل هذه العناصر تمثل اللي كمؤسسة عناصر قوة أو عناصر ضعف؟ والله إذا كانت تمثل عناصر قوة فيجب أن يتم تعظيمها وتقويتها باستمرار والاستفادة منها أفضل طريقة. أما إذا كانت عناصر ضعف فيجب من خلال التحليل الاستراتيجي يتبين عندي إيش هي عناصر الضعف الموجودة عندي في العوامل الاستراتيجية الداخلية، حتى تتمكن المؤسسة من معالجة هذه العناصر وتحويلها إلى عناصر قوة. أما تحليل البيئة الخارجية فيتيح للمؤسسة معرفة الفرص الموجودة في البيئة الخارجية والعمل على اقتناصها واستغلالها. إيش في عندي فرص ممكن أن أستغلها من خلال تحليل البيئة الخارجية ومعرفة الفرص الموجودة خارج المنظمة، يجب أن أستغلها وأقتنصها في قبل غيري من المؤسسة. لأن زي ما حكينا أنه الإدارة الاستراتيجية لها علاقة مع الميزة التنافسية، فالمؤسسات التي تمارس الإدارة الاستراتيجية تقوم على أو تعمل على اقتناص الفرص قبل أو استغلال الفرص قبل اللي هو المؤسسات الثانية، على أساس أن هذه يشكلها ميزة تنافسية تختلف عن المؤسسات الأخرى. كذلك يوضح تحليل البيئة الخارجية يوضح لنا المخاطر والتهديدات التي تحيط بالمؤسسة. إيش في عند مخاطر خارج المؤسسة وتحيط في هذه المؤسسة، حتى تتمكن المؤسسة من التكيف والتأقلم مع المؤسسات الناجحة. تحاول معرفة المخاطر والتهديدات وتحويل هذه المخاطر إلى فرص، أو في حال لم تستطيع أن تحولها إلى فرص تتمكن من التكيف والتأقلم معها، بحيث أن هذه المخاطر لا تؤثر على المؤسسة بشكل
مباشر وبشكل خطير. يطلق على هذا التحليل اسمه تحليل سوت، التحليل الاستراتيجي اللي يبين عناصر البيئة الداخلية، عناصر القوة وعناصر الضعف في البيئة الداخلية، ويبين لنا الفرص والمخاطر في البيئة الخارجية، يطلق عليه تحليل سوت. وتحليل سوت هو عبارة عن اختصار للأربع عناصر الموجودة عندي. تحليل سوت في عندي الاس سترينث عوامل القوة، والدبليو هي الويكنس عوامل الضعف. هذول عوامل القوة وعوامل الضعف هم تحليل البيئة الداخلية. أما التي ثريتس تهديدات، والأو اوبورتيونيتيز اللي هي الفرص المتاحة، هذا بيعطينا تحليل البيئة الخارجية. هذا هو تحليل سوت، عوامل القوة عوامل الضعف فرص وتهديدات، هذا هو تحليل البيئة الداخلية وتحليل البيئة الخارجية. إذا تحليل سوت هو عبارة عن فحص نقاط القوة والضعف في البيئة الداخلية للمنظمة، والفرص والتهديدات في البيئة الخارجية. إيش هي نقاط القوة؟ هي عبارة عن موارد داخلية تمتلكها المنظمة وتنافس على أساسها. نقاط الضعف هي عبارة عن نقص أو فقدان في بعض المهارات والموارد التي تجعل المنظمة عاجزة عن اختيار وتنفيذ استراتيجيات تدعم رسالتها وتحقق أهدافها. الفرص هي عبارة عن مجال أو عبارة عن فرصة موجودة في البيئة الخارجية، إذا تم استثمار هذه الفرصة من قبل المنظمة فإن ذلك يؤدي إلى أداء عالي في المنظمة ويؤدي إلى ميزة تنافسية للمنظمة. أما الثرياس التهديدات أو المخاطر هي برضو عبارة عن مجالات في البيئة الخارجية موجودة في البيئة الخارجية يمكن أن تزيد من الإشكالات والمصاعب أمام المنظمة في حال عدم التأقلم معها، في حال عدم التكيف مع هذه التهديدات يمكن أن تؤدي هذه التهديدات إلى مزيد من الإشكاليات، مزيد من المصاعب، مزيد من المشاكل، وتجعل من الصعب عليها تحقيق الأداء العالي أو الأداء المتميز. إذن هذا هو تحليل البيئة الداخلية وتحليل البيئة الخارجية، يعطينا نقاط القوة ونقاط الضعف والفرص والتهديدات. زي ما حكينا نقاط القوة ونقاط الضعف هما عبارة عن العناصر الاستراتيجية الموجودة في البيئة الداخلية، الفرص والتهديدات هم عبارة عن عناصر الاستراتيجية الموجودة في البيئة الخارجية. المؤسسات الناجحة والمؤسسات المتميزة والمؤسسات المتمكنة تحاول تعزيز نقاط الضعف وتقويتها واستثمارها، وتحاول تحويل نقاط الضعف إلى نقاط قوة. كذلك المؤسسات الناجحة تحاول استغلال الفرص المتاحة أفضل استغلال حتى يؤدي ذلك إلى أداء عالي في المنظمة وتحقيق ميزة تنافسية، وتحاول التكيف والتأقلم مع هذه التهديدات. هذا هو تحليل SWOT. إذن عندما تعرف المنظمة نقاط قوتها تستطيع استخدامها لغرض اقتناص الفرص المتاحة في بيئتها الخارجية، وكذلك تعمل على معرفة التهديدات والمخاطر التي تقف أمام اقتناص الفرص الجديدة، فتقوم بالتكيف والتأقلم ومحاولة السيطرة على هذه التهديدات. لذلك فإن تحليل SWOT يساعد على الموازنة بين العناصر الاستراتيجية للبيئة الداخلية مع العناصر الاستراتيجية في البيئة الخارجية، وهذا يساعد المنظمة على التخطيط الاستراتيجي للمنظمة وتحقيق الإدارة الاستراتيجية الفعالة للمنظمة. إذن قبل ما أنا أبدأ في مرحلة التخطيط الاستراتيجي لازم يكون في عندي تحليل SWOT أو التحليل الاستراتيجي الذي يوازن ما بين العناصر الاستراتيجية للبيئة الداخلية هي عناصر القوة والضعف مع العناصر الاستراتيجية في البيئة الخارجية هي الفرص والتهديدات. بعد ما أعرف هذه العناصر الموجودة عندي، إيش في عندي نقاط قوة، إيش في عندي إمكانيات في المؤسسة، إيش في عندي ضعف في المؤسسة، إيش في ممكن فيه فرص أستغلها، إيش في تهديدات ممكن أنا أتجنبها أو أتأقلم معها، بعد ذلك يأتي مرحلة التخطيط الاستراتيجي. والتخطيط الاستراتيجي، التخطيط زي ما كنا عارفين التخطيط أخذناه في إدارة واحد، التخطيط هو عبارة عن عملية ذهنية، والتخطيط الاستراتيجي هو برضه عملية مستقبلية وعملية ذهنية تهدف إلى تحقيق انتقال منظم من الوضع الحالي إلى وضع مستقبلي يفوقه قيمة وقدرة على الإنجاز. إذا التخطيط الاستراتيجي أنا بخطط للمستقبل، وهذا التخطيط يجب أن يؤدي إلى تغيير الوضع الحالي إلى وضع مستقبلي أفضل، إلى وضع مستقبلي يفوقه قيمة وقدرة على الإنجاز، وهو عملية تطوير رسالة المؤسسة وأهدافها وخطط الاستراتيجية وسياستها للمرحلة القادم. إذن فهو عملية تخطيطية تتضمن مجموعة من النشاطات الفكرية، زي ما حكينا التخطيط هو عبارة عن أفكار، عبارة عن عملية ذهنية تتضمن مجموعة من النشاطات الفكرية النظرية وتتطلب مستوى عال من المهارات الفكرية. إذن هذا هو تعريف أو مفهوم التخطيط الاستراتيجي. طب ماذا يشمل التخطيط الاستراتيجي؟ يشمل التخطيط الاستراتيجي برضو خمس أمور: الرؤية الفيجن، الرسالة المشن، الغايات بيربوس، والأهداف ايمز أو اوبجكتيفز، والخطط
بلانز. إذا التخطيط الاستراتيجي يشمل وضع الإطار العام لاستراتيجية المنظمة، أنا إيش بدي أشتغل خلال الخمس سنوات أو العشر سنوات القادمة. إذا يكون في عندي ميشن، رسالة، في عندي فيجن، في عندي غايات، في عندي أهداف، في عندي خطط، أنا ممكن أنا أستغل هذه العناصر. نيجي للرؤية والرسالة والأهداف. الرؤية هي عبارة عن تقدم وصفا لما تريد أن المنظمة تكون عليه في المستقبل، وهي تقوم بصياغة أحلام وطموحات المنظمة التي لا يمكن تحقيقها بعد في ظل إمكانيات المنظمة الحالية. دائما بيحكوا أن الرؤية هي عبارة عن حلم، الحلم الذي تسعى المنظمة للوصول إليه. وبالتالي الرؤية عبارة عن وصف لما تريد أن المنظمة تكون عليه في المستقبل. طبعا الإمكانيات التي بمتلكها حاليا لا تؤدي إلى هذه الوصول إلى هذه الرؤية، لكن هذا الحلم حيظل موجود وهذا الطموح حيظل موجود لحين تطوير الإمكانيات والموارد الموجودة في داخل المنظمة. الرسالة هي الغرض أو السبب الذي أدى لوجود المنظمة في بيئة معينة. الرسالة يعني أنا ليش موجود في هذه المؤسسة، من أنا كمؤسسة، وماذا أعمل، وما هي الخدمات التي أقدمها، وما هي المنتجات التي أنا أقدمها. هذه رسالة المنظمة، هي الغرض أو السبب الذي أدى لوجود المنظمة في بيئة معينة لإطار أو هي إطار مميز للمنظمات التي تميزها عن المنظمات الأخرى من حيث مجال الأنشطة والمنتجات والعملاء والأسواق. الأهداف هي عبارة عن النتائج أو المخرجات المحددة التي تم تحديدها ووضعها من قبل المنظمة وتسعى بكافة الطرق لتحقيق. في هناك يوجد فكرة ما بين الرسالة والرؤية، إنه في كثير من ما بين المنظمات ممكن أن تتطابق الرؤى، ممكن أن تتطابق رؤى بعض المنظمات بنفس الصيغة. الرؤية طبعا تكون عبارة عن فقرة صغيرة، سطر أو سطر ونص بالكثير، عبارة عن كلمات محددة، كلما كلمات واضحة، لذلك ممكن أن تتطابق رؤى بعض المنظمات بنفس الكلمات. لكن الرسالة لا يمكن أن تتطابق، لأنه لا يوجد أي مؤسسة تعمل نفس الأعمال ولها نفس الأهداف ولها نفس العملاء ولها نفس المنتجات. بالتالي الرسالة تختلف ما بين منظمة وأخرى، أما الرؤية ممكن أن تتشابه أو كذلك ممكن أن تتطابق ما بين المنظمات مع بعضها البعض. الأهداف التخطيط الاستراتيجي، أهداف التخطيط الاستراتيجي، ليش أنا بحاول أعمل تخطيط استراتيجي؟ يهدف التخطيط الاستراتيجي إلى ترشيد اتخاذ القرارات الاستراتيجية والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة وتقليل المخاطر وتحقيق الميزة التنافسية للمنظمة. فأنا بعمل اللي هو بحط رؤية، بحط رسالة، بحط الغايات، بحط الأهداف، بوضع الخطة الاستراتيجية. ليش كل هذا أنا بعمله؟ على أساس أنه أحاول أرشد القرارات الاستراتيجية، اللي احنا حكينا الاستراتيجية معناها طويلة الأمد، واستخدم الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، أقلل المخاطر وأحقق ميزة تنافسية للمنظمة. إذا هذا هو أهداف التخطيط الاستراتيجي. المرحلة الثالثة هي مرحلة التنفيذ الاستراتيجي. ومرحلة التنفيذ الاستراتيجي الآن أنا بدي أحاول أنفذ الخطة اللي تم وضعها في المرحلة السابقة، والتي تم وضع الخطة بناء على التحليل الاستراتيجي الذي تم في المرحلة الأولى. والتنفيذ الاستراتيجي هو سلسلة من الفعاليات والأنشطة المتعلقة بترجمة البدائل الاستراتيجية المختارة إلى متطلبات الهيكل التنظيمي المناسب، وبناء الخطط، ووضع البرامج والسياسات والموازنات المالية المناسبة لتحقيق أهداف المنظمة. إذا الآن أنا بدي أحاول أترجم الخطط إلى برامج عمل، بدي أحاول أحط البرامج التنفيذية، بدي أحاول أحط الموازنات المالية، بدي أحط الإجراءات اللي بدي أشتغل عليها، بدي أحط السياسات اللي بدي أشتغل عليها. ليش هذا كله؟ عشان أحقق أهداف المنظمة. إذا هذا هو التنفيذ الاستراتيجي، سلسلة من الفعاليات والأنشطة تترجم الخطة الاستراتيجية أو البدائل الاستراتيجية اللي تم وضعها في المرحلة السابقة إلى برامج وسياسات وموازنات مالية بهدف تحقيق غايات وأهداف المنظمة. المرحلة الرابعة هي مرحلة التقويم والرقابة الاستراتيجية، وفي هذه المرحلة يتم التركيز على تقييم الاستراتيجية. بعد ما نفذت في المرحلة السابقة بدي أشوف هذا التنفيذ تم على شكل بشكل مناسب، مدى مساهمة هذا التنفيذ في تحقيق الأهداف المحددة. فالرقابة الاستراتيجية تتضمن تقييم الأداء الفعلي ومقارنته بالأهداف المخططة واكتشاف الانحرافات واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة. إذن الهدف الأساسي للرقابة الاستراتيجية ليس كشف الانحرافات، وإنما اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة، تصحيح هذه الانحرافات. أنا ما براقب
على التنفيذ، ما براقب على البرامج عشان أنا أكتشف الأخطاء وأكتشف الانحرافات فقط، لكن الهدف الأساسي للرقابة هو تصحيح هذه الانحرافات وتحسين هذه الإشكالات التي حصلت أثناء التنفيذ. إذن تقييم الرقابة يتم فيها التركيز على مرحلة التنفيذ وكيف كان التنفيذ، وهل هل الأهداف أو النتائج الفعلية التي تحققت هي نفس الأهداف الموضوعة مسبقا أم لا، وإذا كان هناك أي انحرافات أو أي إشكالات حصلت أثناء التنفيذ يمكن تصحيحها واتخاذ الأجراءات التصحيحية اللازمة لهذه الانحرافات. المرحلة الأخيرة هي مرحلة التغذية العكسية، وهي عبارة عن المعلومات الراجعة من البيئة الداخلية والخارجية لغرض اتخاذ القرارات التصحيحية. وأنا بحاول أحصل على معلومات راجعة، معلومات عكسية من البيئة الداخلية والبيئة الخارجية بهدف أنه أصحح هذه الانحرافات التي حصلت أثناء التنفيذ، وأحاول أتجنبها في وضع الخطط القادمة. أحاول أتجنب هذه الانحرافات اللي حصلت، وأحاول أتدارك الأخطاء التي حصلت في وضع الخطط المستقبلية، لأن هذه هي عبارة عن مراحل التخطيط أو مراحل الإدارة الاستراتيجية. مرحلة التحليل الاستراتيجي، مرحلة التخطيط، مرحلة التنفيذ، التقييم والرقابة، ومرحلة التغذية العكسية. مستويات الإدارة الاستراتيجية أو مستويات الاستراتيجية عندها 3 مستويات إدارية. المستوى الأول استراتيجية الكلية، ويهتم هذا المستوى بإدارة المنظمة بصورتها الشمولية لتحقيق ميزة تنافسية مستدامة. وفي العادة فإن القرارات الاستراتيجية في هذا المستوى ترتبط بتخصيص الموارد لتطوير أعمال جديدة والاستحواذ على منظمات أخرى. أنا عندي مستوى استراتيجية كلية، هذا يكون في المستوى الأول، مستوى الإدارة العليا، في مستوى الإدارة العليا حيث يكون القرارات الاستراتيجية في هذا المستوى ترتبط بتخصيص الموارد لتطوير أعمال جديدة أو الاستحواذ على منظمات أخرى. مستوى استراتيجية الأعمال يكون في المستوى الإدارة الوسطى، ويهتم بهذا النوع وحدة الأعمال أو خط إنتاج معين. والقرارات الاستراتيجية في هذا المستوى تحتوي على خيارات تتعلق بالمزيج السلع أو الخدمة وموقع الوحدات الإنتاجية، أي له علاقة بالأمور التشغيلية في المستوى الأوسط. مستوى الاستراتيجية الوظيفية، يركز هذا النمط على قيادة وتوجيه استخدام الموارد لتنفيذ الاستراتيجية، ويركز على الأنشطة ضمن وظائف المنظمة هي الإنتاج والتسويق والمالية والموارد البشرية. عندنا 3 مستويات للاستراتيجية، استراتيجية كلية يكون في المستوى الأول، استراتيجية الأعمال يكون في المستوى الثاني، واستراتيجية الوظيفية يكون في المستوى الثالث. طب أنا ليش أنا بمارس الإدارة الاستراتيجية؟ ليش أنا بتبع الإدارة الاستراتيجية؟ لأن أغلب البحوث أشارت إلى أن منظمات الأعمال التي تدار استراتيجيا هي أفضل من تلك التي لا تعي ولا تطبق هذا المفهوم. يعني منظمات الأعمال التي تتبع أسلوب الإدارة الاستراتيجية وتدير أعمالها استراتيجيا هي أفضل من تلك التي لا تمارس الإدارة الاستراتيجية. ومن الفوائد، أول شغلة وضوح الرؤية بشكل جيد، والتركيز على القضايا الاستراتيجية والحيوية في بيئة المنظمة، التعامل مع التغيرات الحاصلة في بيئة المنظمة من خلال التحليل الاستراتيجي، بقدر أعرف إيش في ممكن ما يواجهني مخاطر وتهديدات في المستقبل، فبقدر أن أتعامل معها وبحط سيناريوهات للتعامل مع هذه التغيرات. كذلك من أهداف أو من فوائد الإدارة الاستراتيجية تحسين أداء المنظمات ونجاحها على مختلف المستويات، والوصول لأن تصبح المنظمة متعلمة، أي بمعنى أن تصبح المنظمة منظمة رائدة تمارس وظائفها بشكل منهجي بأسلوب علمي اتباع الأساليب العلمية في ممارسة أو في تحقيق الأهداف. هذه فوائد الإدارة الاستراتيجية. فها احنا بنكون تقريبا خلصنا مفهوم الإدارة الاستراتيجية. المحاضرة الجاية إن شاء الله هنحكي عن مفهوم الثاني من الأساليب الإدارية الحديثة، اللي هو مفهوم إدارة الجودة، إن شاء الله خلال محاضرات قادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.